برحب بكل طلابنا وطالباتنا، طلاب الصف الخامس الفني الصناعي في درس جديد من دروس مادة نظم ومعدات التبريد. ودرسنا النهاردة إن شاء الله هيكون عن التبريد العميق ونظم التبريد بالامتصاص. برحب بأستاذنا الكريم الأستاذ طه السيد خير الله، المعلم الخبير في مادة التبريد وتكييف الهواء. أهلا بحضرتك معي. أهلا وسهلا فندم، أهلا بك فندم. مادة من المواد الشيقة والممتعة، واللي منتظرين مش بس طلابنا وطالباتنا يتابعوها لكن أيضا المشاهدين الكرام، لأن هيبقى فيها معلومات قيمة ومفيدة لطلابنا ومشاهدينا. برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا فندم. أستاذ طه، إحنا النهاردة هنتكلم عن التبريد العميق ونظم التبريد بالامتصاص. تمام، بالتوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبين السعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. أهلا وسهلا بكم طلاب وطلبات الصف الخامس نظام الخمس سنوات تخصص تبريد وتكييف. ان شاء الله بامر الله هتكون حلقتنا النهارده استكمالا لباقي حلقات نظم معدات التبريد. هيكون نظام او كان المنظومه بتاعتنا نظم التبريد بالامتصاص والتبريد العميق. التبريد العميق او نظم التبريد المختلفه اللي بنتكلم عليها النهارده دي احد التطبيقات اللي كنا بداناها في السلسله السابقه من نظم التبريد اللي بتعمل عند درجات حراره منخفضه جدا. ودرجات الحراره المنخفضه جدا كنا اتكلمنا في التبريد التعاقبي في اول حلقتين، وان شاء الله احنا بنكمل النهارده في نظام التبريد العميق. نظام التبريد العميق ديت احد افرع التبريد اللي بتعمل عند درجات حراره منخفضه جدا، درجات حراره منخفضه جدا قد تصل لناقص 150 درجه مئوي اللي هو بيعادل تقريبا 123 درجه كلفن. انظمه التبريد ديت بتبقى انظمه محتاجه يعني سرعة، يعني ممكن المنتج بتاعي في خلال مجرد ما بيخش في 3 أو 4 دقايق في ممر مثلا نفق تجميد بيكون خارج من الناحية التانية مجمد، بحيث أن عندي مثلا بعض المنتجات اللي هي بعض المنتجات الغذائية للحوم والدواجن المفروض أن في خلال دقائق قليلة من بعد ذبحها بيتم عملية تجميد عشان أحافظ على القيمة الغذائية وأحافظ على عدم تلف المنتج بتاعي. وبالتالي أنا محتاج نظام سريع بيصل درجات حرارة منخفضة جدا. فأنظمة التبريد العميق بتعتبر تطبيق من تطبيقات التبريد اللي بتعمل قلنا على درجة حرارة منخفضة جدا بتصل لناقص 150 درجة مئوي. طب يا ترى نظام التبريد العميق ده بيستخدم ايه مواقع التبريد اللي بيستخدمها عندنا؟ يعني احنا عندنا في نظم التبريد اللي بتعمل بانضغاط البخار والانظمه المختلفه احنا بنستخدم مجموعه من الفريونات المختلفه، هي برضه بتعتبر احد المواقع المختلفه، ولكن هنا درجات حراره التبخير بتاعتها بتعمل عن درجات حراره منخفضه جدا. يعني من المواقع اللي احنا بنستخدمها في انظمه التبريد ديت ممكن الاكسجين، نيتروجين، مثلا موجود معاه الهيليوم، مثلا في الهواء نفسه بنستخدمه في عمليه التبريد العميق، ولكن كل الانظمه دي بتعمل بدرجه حراره منخفضه. اذا الماء يعتبر اللي هو المواقع اللي احنا اتكلمنا عليها دي. طيب نظم التبريد العميق، هل انا بستخدم النهارده خواص الكلام ده؟ كل اللي بيعتبر كل مائع من المواقع دي له مجموعه من الخواص الثيرموديناميكيه. الخواص الثيرموديناميكيه احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، ان كانت الانصلب، ان كانت درجه الحراره، ان كان الحجم النوعي، ان كان اللزوجه، ان كانت كثافه المائع نفسه، كل دي عوامل بتاثر في عمليه التبريد. سرعه المائع، معدل التدفقات اللي بتتم عندي، كلها عوامل. العوامل دي بنترجمها وبتكون موجوده في مجموعه من الجداول ومجموعه من الخرائط احنا بنستخلص منها الخصائص ديت وبنخرجها عندنا كبيانات. طيب انا في نظم التبريد العميق لما باجي اتكلم عليه، تعالوا نبص احنا مع بعض كده على نظام التبريد العميق اللي احنا بدأناه ونقول تعريف بتاع نظام التبريد العميق ده عباره عن ايه. التبريد العميق زي ما نبص مع بعض على الشاشه كده هو يعرف بانه احد افرع التبريد اللي بيختص بدرجات الحراره المنخفضه جدا واللي بتقل عن ناقص 150 درجه مئوي. 150 درجه مئوي لو احنا بنطرحها من 273 عشان نحولها لكلفن خلاص هيبقى عندي فاضل 123 كلفن. 123 كلفن. طب المواد اللي احنا بنستخدمها في نظام التبريد العميق ايه؟ احنا بنستخدم الاكسجين، بنستخدم النيتروجين، بنستخدم الهواء، بنستخدم النيون، بنستخدم الهيدروجين، بنستخدم الهيليوم. كل دي بتعتبر مواد او موائع انا بستخدمها في ان انا ابرد بيها المنتج بتاعي او المنتج ابرد بيها الوسيله اللي انا مطلوب تبريدها. قلنا كل الانظمه دي درجه حراره الغليان بتاعتها بتكون ناقص 150 درجه مئوي، وبقيه الخواص بتاعتها لو انا حبيت اجيب باقي الخواص بتكون موجوده عندنا في جداول وخرائط بتعملها بعض الشركات او بتعملها بعض المؤسسات العلميه الاكاديميه. طيب النقطه الثانيه اللي بنتكلم بقى، يا ترى التبريد العميق ده احنا بنستخدمه في ايه؟ التبريد العميق اول استخدام عندي لو بصينا هو اساله الغاز الطبيعي بغرض النقر عبر المحيطات. يعني انا النهارده لما باجي اتكلم انا عشان انقل مثلا كميه من الغاز الطبيعي من دوله لدوله تانية،
طبعا احنا بننقلها عن طريق البحر في خزانات ضخمه وفي تنكات كبيره جدا. طبعا لو هنقلها في صورتها وهي غازيه هتحتاج احكام كبيره جدا، فانا بضطر اعمل لها عمليه اساله، وبعد ما بعملها عمليه اساله عن طريق نظم التبريد بالعميق بعبيها في قلب خزانات. وبالتالي انا لو عندي كميه مثلا مليون مثلا متر مكعب، في محتاجين 10 خزانات هنقلهم في قلب مثلا مركب ولا حاجه، لا انا حولتهم لسائل ممكن احتاج خزانين اتنين فقط، خزانين اتنين بس. يبقى اول حاجه اساله الغاز الطبيعي بغرض النقل عبر مين؟ المحيطات. تاني جزئيه هو تخزين ونقل الغازات المساله. انا عندي بعض الغازات المساله واللي بتستخدمها بعض الشركات التبريد في عمليات الحقن وخلافه او بعض الانظمه المختلفه. الغازات ديت لابد من تبريدها بحيث النهارده لو تعرض لدرجات حراره اثناء نقلها بتحصل عمليه تمدد ويحصل عمليه انفجارات، فبالتالي لابد من عمليه تبريد قوي جدا ليها. يبقى انا بستخدمها في عمليه تخزين ونقل الغازات المساله زي الاكسجين والنيتروجين والهيليوم. بستخدم برضو في الهيليوم من الغاز الطبيعي، يعني ممكن استخلص انا معايا الغاز الطبيعي اطلع منه، طب اطلع منه عمليه الفصل بتتم عن طريق عمليه التبريد، وعمليه التبريد لازم تتم بسرعه جدا، فبالتالي انا برضو بستخدم التبريد العميق في ان ممكن استخلص الهيليوم من الغاز الطبيعي. ممكن بننتج انتاج الهيدروجين السائل. في طبعا كل احنا عارفين المواد البتروليه بيطلع منها العديد من المنتجات المختلفه. انا ممكن هنا عن طريق برضو التبريد العميق ان تخرج الهيدروجين في صوره سائله من المستحضرات او من بعض المواد الكيميائيه اللي عندي. فصل واساله عناصر الهواء المختلفه. احنا عارفين ان الهواء ده خليط من اكسجين ونيتروجين وثاني اكسيد الكربون وهيليوم بعض غازات اخرى وبخار ميه، وعلاوه كمان على الاتربه والعوالق والشوائب اللي بيكون موجوده في الهواء. فبالتالي انا استطيع عن طريق نظم التبريد العميق ان انا افصل كل العناصر دي بحيث كل عنصر مستقل استخدمه في اغراضه الخاصه. طيب لو احنا هنبص مع بعض على الشاشه على ده احد التطبيقات المختلفه في عمليه التبريد العميق، ودي منظومه تبريد بتستخدم لاساله الهواء، والمنظومه دي بنسميها منظومه ليند. المنظومه دي بتستخدم عشان احول الهواء الموجود عندي الجو ده الى سائل، بستخدمه بقى في وسائل مختلفه ايا كان طبيعه الوسائل اللي عندي دي. طب الدوره اللي قدامنا على الشاشه ديت عباره عن ايه؟ دي عباره عن دورتين اتنين، دوره علويه ودي دوره تبريد موجوده مستقله، ودوره سفليه ودي دوره الغاز المراد اسالته او الهواء بتاعنا. اذا الدوره العلويه اللي هي موجوده قدامنا في اعلى اللي هي مكونه من الكمبريسور الضغط، ده ضغط فريون وده مكثف فريون وده اكسبانشن صمام تمدد فريون، وده بيعتبر مبخر دايره التبريد اللي بتعمل بالفريون. انما الدايره السفليه واللي هي خاصه بالغاز المطلوب اسالته او خاصه بالهواء بيكون فيها كمبريسور هواء ضاغط موجود معايا تمام، وفيها مكثف مبدئي ومكثف اساسي اللي بيكون مدمج مع مكثف مع مبخر الدايره العلويه في غلاف واحد، واللي احنا بنسميه هيت اكسشينجر مبادل حراري. في عندي كمان مبادل حراري والخزان اللي هيتم تجميع فيه السائل او الهواء المسال وصمام تمدد. طب تعالوا نبص على الدوره ديت بتتكون او طريقه عملها ايه. الدوره العلويه زي ما احنا اتكلمنا هي دوره بتعمل بفريون، والدوره اللي بتعمل بفريون اللي قدامنا ديت بمكوناتها الطبيعيه خالص اللي هو الكباس الضغط بتاعي والكوندنسر اللي بيحول لسائل وصمام التمدد والمبخر وبترجع تاني للضغط. الغرض كله من الدايره العلويه ايه؟ الغرض كله ان انا استخدم المبخر بتاعها في انه يبرد مكثف الدايره السفليه، ان يبرد مكثف الدايره مين؟ السفليه. امال دوره الهواء او دوره الغاز المطلوب اسالته؟ الكمبريسور اللي قدامنا ده على الشاشه في الدوره السفليه اللي مكتوب عليه كلمه ضغط هواء، المفروض بيتم سحب الهواء الخارجي من خلال الممر اللي حضرتك شايفين اللي مكتوب عليه هواء تغذيه خارجي. الهواء الخارجي ده قبل ما بدخله على الكمبريسور عشان بيكون محمل بالاتربه والشوائب، فبالتالي ممكن تسد الصمامات الموجوده في الكمبريسور. فانا بعمل ايه؟ بعديه الاول على مزيل غبار، مزيل الغبار ده بيتخلص من الاتربه والعوالق الموجوده فيه واي شوائب عالقه بيه. بعد كده بيخش الكمبريسور، واحنا عارفين وظيفه الضغط او الكمبريسور بتاعي ان بيرفع ضغط المائع اللي بيمر فيه، ولازم يكون الكمبريسور هنا بيسحب ويضغط ويطرد غازات. يعني انا اي كمبريسور، وده الفرق ما بين البامب المضخه والفرق ما بين الكمبريسور. اذا الكمبريسور اللي هو الضغط بتاعي بيسحب ويضغط ويطرد غازات، انما المضخه بتسحب وتضغط وتطرد بس سوائل زي موتور الميه اللي بيكون عندنا في بعض المنازل تمام. فده بيسحب ويضغط ويطرد ايه؟ سوائل. بالتصميم بتاعته بتاع الريش والعمليات حركه المواعي اللي موجوده خلاله بتكون مصممه لذلك. انما الكمبروسر بيخص عندنا بخاص دايره التبريد او الكمبروسر اللي بيستخدمه بعض محلات النفخ كاوتش اللي خاص بالسيارات وخلافه، ده بيكون كمبروسر هواء او غازات فقط
غازات فقط، لو دخلوا اي كميه سائل قد تتلف الكمبروسر اللي موجود معانا. طيب فبالتالي الكباس اللي موجود عندي او الضغط اللي موجود عندنا بيسحب مركب، بيسحب الهواء او الغاز اللي انا عايز اعمل له اساله، بينقيه الاول من الاتربه والعوالق والشوائب، بيقعد كده بيرفع ضغطه ودرجه حرارته، بيرفع ضغطه ودرجه ايه؟ حرارته، بحيث يطلع بغاز محمص في خط الطرد للضغط، بيمر عندي على مبرد مبدئي. المبرد المبدئي ده احيانا ما بيكونش المبرد الاساسي كافي لعمليه التبريد، فبالتالي بيعدي على مكثف مبدئي او مبرد مبدئي بيخفض درجه حرارته، تمام، عند ثبوت نفس الضغط. بيعدي بعد كده على المكثف الخاص بالدائره السفليه، وهو هو برضو اللي بيكون مدمج مع المبخر الخاص بالدائره العلويه. بيحدث تبادل حراري ما بينه الغاز المراد اسالته ومركب التبريد الموجود في مبخر الدائره العلويه. طبعا الحراره تنتقل من الوسط الاعلى او المائع ذو الاعلى في درجه الحراره اللي هو الهواء او الغاز المراد اسالته الى المائع الاقل في درجه الحراره اللي هو الفريون الموجود في مبخر الدائره العلويه. بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه عمليه تكثيف للهواء. عمليه تكثيف الهواء بيتحول الى ليكويد، الى سائل، تمام، اللي بيمر بعد ذلك خلال الدوره الموجوده قدامنا هنا، بيمر هنا بعد كده على المبادل الحراري هيت اكسشنجر اللي بيعمل عمليه تبادل حراري ما بينه وما بين الغاز العائد. المهم ان انا عندي دلوقتي فوق منطقه ضغط عالي، وبعد كده هيعمل محتاج اخفض الضغط مره ثانيه، فهنا هركب هنا صمام ضغط هواء او بريشر موجود عندي اكسبانشن. الاكسبانشن ده بيخفض ضغط المائع بتاعي من الضغط العالي اللي هو ضغط المكثف الى الضغط المنخفض اللي هو ضغط الخزان. ضغط مين؟ الخزان. بجمع هنا السائل او الهواء المسال. قد يكون في بعض الاوقات مش كل الهواء تم اسالته وتحويله لسائل، بيبقى في جزء غاز بيعوم على الوش او بيكون موجود على الوجه كده او على السطح، بيتم سحبه مره اخرى بحيث يمر من خلال المبادل الحراري ويعود يتم خلطه مع الهواء المسحوب خارجيا، بحيث ان نعيد الدوره مره ثانيه. اذا انا لو بصينا ثاني والملخص بتاعنا، قلنا ان الدوره دي بتتكون من ايه؟ قلنا بتتكون الدوره ديت من عباره عن دورتين. اول حاجه قلنا ايه؟ دورتين، الدوره العلويه اللي هي دايره الفريون، والدايره السفليه اللي هي دايره الهواء او الغاز المراد ايه؟ اسالته. طب الضغط الهواء بيعمل ايه؟ الضغط الهواء بيسحب كميه من الهواء الخارجي بعد تنظيفها في مزيل الغبار، بعد كده بيرفع ضغطها ودرجه حرارتها عند مخرج الضغط، بيتم تبريدها بعد كده مبدئيا في المبرد المبدئي او المكثف الابتدائي، بعد كده بيمر على المكثف الاساسي اللي هو بيكون مجمع في نفس الغلاف الخاص بمبخر دايره الفريون الايه؟ العلويه. الحراره بيحدث طبعا تبادل حراري، الحراره بتنتقل من الهواء الى مركب التبريد المار في الدايره العلويه، بيتحول الهواء لسائل اللي بيمر بعد ذلك خلال المبادل الحراري الى الخزان اللي بيكون مجهز بصنبور او مجهز بحنفيه او بصمام كهربي، ايا كان الوسيله اللي انا بعد كده باخد منها الغاز المسال للاغراض المختلفه. في الخزان ده طبعا ممكن يتجمع غاز المسال او بيتم فصله مره ثانيه، والغاز ده بيعيد خلطه مره ثانيه بالهواء الخارجي وبستخدم الدوره مره ثانيه. يبقى دي كانت منظومة أو ملخص سريع لدائرة التبريد العميق، ودي كان أحد تطبيقات اللي هي منظومة ليند لاستخدامات التبريد العميق اللي أنا استخدمتها في عملية إسالة الهواء وتحويل الهواء إلى سائل. الحقيقة أستاذنا الكريم الأستاذ طه السيد خيرالله المعلم الكبير في مجال تبريد وتكييف الهواء، التطبيقات العملية الخاصة بالتبريد العميق ده صناعة ضخمة جدا جدا، وبالتالي مصر عندها ما شاء الله يعني تقدم كبير في هذا المجال. احنا من الدول المصدرة للغاز المسال، بل بالعكس احنا بنستورد او يعني مجال محطة تصنيع للغاز المسال للمنطقة كلها. تطبيقات كتيرة في إسالة وحفظ واستخلاص الغازات من خلال التبريد العميق واستفادة كبيرة منها. نقطة هامة اتعرضنا لها في حلقتنا النهاردة، وهنعرض لبعدها بعدها لنظم التبريد المختلفة. تمام، احنا طبعا زي ما قالت الأستاذ دعاء مهم جدا ان انا بتكلم معايا في الأنظمة المختلفة في نظم التبريد ديت، ودي لها تطبيقات اصبحت كل الدول دلوقتي بتهتم بنظم التبريد والتكييف لان بقى داخل في كل مجالات الحياه. انظمه صناعيه وتجاريه وزراعيه ومنزليه واغراض مختلفه، فنظم التبريد دلوقتي بقى تتطرق لها، وبقينا ندور كمان على انظمه مختلفه غير الانظمه التقليديه اللي قد تضر احيانا بالبيئه وبالمناخ اللي موجود معانا، فبالتالي بدانا نلجا لوسائط تبريد وانظمه مختلفه. الانظمه ديت بتحقق لي الاغراض المطلوبه وبتنتج لي، بتديني انتاجيه عاليه جدا. يعني نظم التبريد العميق دلوقتي بقى مستخدم في وسائل النقل على
نطاق واسع، ومثلا في الانظمه الصناعيه نطاق واسع، وخاصه الدول زي ما قلت حضرتك اللي هي مصدره مثلا للغاز او الدول المنتجه مثلا لبعض المواد البتروليه بتهتم جدا بالانظمه دي. فطبعا ان شاء الله احنا دلوقتي هنخش على موضوع جديد وهو موضوع تاني خاص بنظم التبريد بالامتصاص، وده منظومه او احد انظمه التبريد المختلفه اللي بتستخدم الانظمه الغير تقليديه اللي احنا بنستخدمها، ودي منظومه تبريد بتعتبر تطور كبير جدا. صحيح بعض كتير من الدول دلوقتي بيستخدمها الانظمه ديت، بندور الدول على ازاي توفر الطاقه. يعني انا النهارده محتاج ان انا اوفر الطاقه، دايره التبريد اللي عندنا سواء ابسط امور خالص الثلاجه المنزليه المفروض فيها الكمبروسر او الضغط او الكباس ده بيسحب كهرباء، ان كان عندي ديب فريزر او كان عندي مثلا كمان اي وسيله ده في البيت، فبالتالي ده كميه الكهرباء دي بنترجمها بعد كده او الاستهلاك ده بنترجمه لفلوس بيتم دفعها، والفلوس ديت مع الوقت بتزيد غصب عني كمستهلك وغصب عن الدوله كجزء كمنتج، لان اوقات جدا مرتبطه كل الحاجات دي بسعر البترول وسعر البترول اللي بيشغل بعض المحطات الكهربائيه وخلافه. فبالتالي احنا بدأنا ندور على وسائل بديلة، وسائل اللي هي الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة اللي بتحكمش فيها اي قوة سياسية، الطاقة المتجددة ان انا استطيع ان انا استخدمها بوفرات واخزنها بكمية كبيرة جدا، تمام؟ الطاقة المتجددة ان انا ممكن استفاد من الطاقات المختلفة اللي بتبقى عندي عادم او اكزوست من بعض المصانع واستخدمها كوسيلة انتاجية موجودة معايا. فبدأنا نستخدم انظمة تبريد جديدة وهي نظم التبريد بالامتصاص. نظام التبريد بالامتصاص كل القصة فيه ببساطة ان انا محتاج ان في عندي بعض الموائع لها القدرة، ممكن تكون مواد دي مادة صلبة او مادة سائلة، والمواد دي لها قدرة على امتصاص مواد اخرى، بس امتى بيتم عملية الامتصاص؟ عند تبريدها. امال بقى لو انا جيت تاني سخنتها برجع افصل المواد دي تاني عن بعضها، يبقى في بعض المواد الصلبة او السائلة لها القدرة على امتصاص بعض المواد الاخرى عند تبريدها، ثم اعادة فصلها مرة اخرى عند اعادة ايه؟ عند اعادة تسخينها. طب الأنظمة المختلفة اللي احنا بنتكلم عليها في نظام التبريد بالامتصاص ده بيعتبر المفهوم بشكل مبسط. طب يا ترى المواد الصلبة او المواد الممصة دي بنسميها عندي مواد مص ابسوربر، تمام؟ انما المواد الممتصة دي بنسميها ريفريجرنت او موائع تبريد، موائع تبريد. مواد تبريد مختلفة، يعني ممكن استخدم عندي مواد صلبة وممكن استخدم مواد سائل. المواد الصلبة ممكن استخدم زي بروميد الليثيوم، تمام؟ بيعتبر من المواد الصلبة. بستخدم مثلا موجود معايا مثلا مواد سائله مثلا الميه H2O او الامونيا بستخدمها بتعتبر من المواد الموجوده عندنا. طيب لو احنا جينا بصينا مع بعض على مفهوم التبريد بالامتصاص، مفهوم التبريد بالامتصاص ببساطه عباره عن ايه؟ بيعتمد النظام ده على امتصاص بعض المواد الصلبه او المواد السائله عند تبريدها لبعض المواد الاخرى، وممكن ان انا اتخلص من المواد دي مره ثانيه عند اعاده تسخينها. طب يا ترى المواد الصلبه او السائله بنسميها ايه؟ الماده المصه الابسوربر. طب المواد الاخرى اللي هي بيتم فصلها مره ثانيه بنسميها بمواعي التبريد او ريفريجرنت اللي مستخدم عندي في الدايره. طب امثله للمواد الصلبه دي، الماده الصلبه قلنا زي بروميد الليثيوم اللي هو الليثيوم بروميد، ودي بتعتبر ماده صلبه موجوده معايا برضو في الميه، بيعتبر ماده سائله H2O، دي هنا بتعتبر أمثلة للمواد الماصة وليس ما بتكلمش على المواد هنا الصلبة. المادة الماصة ممكن تكون صلبة ممكن تكون سائلة، صلبة زي بروميد الليثيوم، سائلة زي المية اللي H2O، تمام؟ إنما مواعي التبريد المستخدمة اللي أنا عندي اللي هو ريفريجنت ممكن أستخدم الأمونيا NH3 وممكن أستخدم المية. طب إمتى إيه التوليفة اللي ممكن أستخدم منها الموائع المختلفة دي عندي؟ يا ترى أنا النهاردة أنا عندي دلوقتي التخصص بتاعي مقسوم لتبريد وتكييف، إيه في عندك تطبيقات بتشتغل للتبريد وفي تطبيقات للتكييف؟ أنا دلوقتي عشان أعمل توليفة معينة، في حاجات بتعمل عند درجات حرارة مرتفعة وحاجات بتعمل عند درجات حرارة منخفضة، يعني درجات الحرارة اللي فوق الصفر إحنا ممكن نستخدمها في أنظمة التكييف، إنما درجات الحرارة تحت الصفر بنستخدمها كلها في أنظمة التبريد. لو إحنا جينا بصينا على التوليفة اللي ممكن أستخدم منها نظم التبريد بالامتصاص، أنا لو استخدمت هنا بروميد الليثيوم كمادة مصة مع المية كماع تبريد، هما المادتين المرتبطين مع بعض بتسمى عندي سوليشن أو المحلول بتاعي. يعني انا بعتمد على استخدام هنا محاليل، فبيكون عندي مادتين اتنين، ماده مصه اللي هي هتكون الميه H2O، لو انا موجوده معايا البروميد الليثيوم كماده مصه والميه كماع ايه تبريد. طبعا الميه كميه الحراره اللي بتمتصها مش زي المواعي الاخرى، فبالتالي بتبقى درجات الحراره كميه الحراره غالبا بتكون فوق الصفر، غالبا بتكون في الصفر، عشان انا بكده بستخدم بروميد الليثيوم مع الميه في مجال تكييف الهواء. انما لو استخدمت هنا الميه كماده مصه وماع التبريد، انا استخدمت الامونيا، الامونيا درجات حراره الغليان بتاعته تعمل على درجات حراره منخفضه جدا،
والتغيرات الحراريه اللي بتتم فيه بتتم بصوره كبيره، فبالتالي كميه الحراره المنتصه من الامونيا بتكون عاليه، فده انا بستخدمه في عمليه التبريد او في مجال التبريد والتجميد. يبقى انا لو طلب مني وقال لي ايه هي توليفه المواد شائعه الاستخدام اللي احنا بنستخدمها في نظم التبريد بالامصاص، هقول له بروميد الليثيوم كان بيستخدم كماده مصه مع الميه كمائع تبريد، وده في مجال تكييف الهواء، والميه كماده مصه مع الامونيا كمائع تبريد، وده في مجال التبريد والتجميد. طيب استخدامات منظومه التبريد بالامتصاص ايه؟ احنا طبعا عندنا في ساعات مختلفه في نظم التبريد بالامتصاص، ساعات بتصل اللي هو 100 كيلو وات، انا بستخدمها في بعض الثلاجات المنزليه، كانت قديما بتستخدم كتير جدا الثلاجات المنزليه اللي بتعمل بالامتصاص، ودلوقتي بدا يحصل لها عمليه تطوير وتحديث في بعض الثلاجات، وبنستخدمها اوقات تانية لثلاجات الرحلات، لان المنظومه دي مش هتعتمد على وجود ضغط، انا هستبدل الضغط زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه ان باجزاء تانية. الضغط اللي انا هستخدمه ده انا مش ما فيش حاجه له بعد كده، هستخدم ماده تانية قد تعتمد على الطاقه الشمسيه او جزء تاني بيعتمد على الطاقه الشمسيه، فبالتالي الطاقه الشمسيه اللي موجوده معايا ممكن استخدمها اخدها في ثلاجه ميني بار صغيره معايا في رحله في اي مكان، مثلا كشفي في مكان صحراوي في مثلا في منطقه عمل، فبالتالي الحاجات دي بتكون بتستخدم معايا في الثلاجات المنزليه وثلاجات الرحلات، ودي عند ساعات صغيره بتصل ل 100 كيلو وات. انما في عندي ممكن تستخدم في ساعات كبيره جدا تصل ل 3000 طن تبريد. 3000 طن تبريد احنا قلنا وحدات التبريد يا اما بالكيلو واط يا اما بالطن تبريد. في الانظمه الكبيره احنا غالبا بنشتغل بالطن تبريد، ودي بتستخدم بقى في انظمه التبريد الصناعيه وفي انظمه تكييف الهواء المركزيه، واللي بتستخدم في المصانع مستشفيات، اللي بتستخدم معايا في نظم التبريد في القرى السياحيه، في انظمه كبيره ضخمه، واللي بتكون تكلفه منظومه تكييف الهواء او منظومه التبريد الخاصه بيها تكلفه عاليه جدا، فبالتالي انا محتاج ان اوفر في الطاقه المستهلكه واللي مستهلكه في الطاقه الكهربائيه، فانا هستبدل المنظومه ديت بنظام تبريد بالامتصاص. طيب لو احنا جينا بصينا كده مع بعض، يا ترى بقى ايه النظم المختلفه في انظمه التبريد بالامتصاص؟ نظام التبريد بالامتصاص انا عندي هنا نظامين اتنين، في نظام بيستخدم مائعين اتنين، وفي نظام بيستخدم ثلاث موائع، يعني هنا بيستخدم 2 فلويد خلاص، وفي 3 فلويد. النظام اللي بيستخدم هنا مائعين، وده هيكون موضوعنا في منهجنا ان شاء الله بامر الله، ده بيتكون من ايه؟ احنا لو جينا بصينا زي ما شفنا على الشاشه كده، ايه المكونات الجديده على دايره التبريد بانضغاط البخار اللي موجوده؟ لو جينا بصينا لكل المكونات ديت، مولد جنريتور، مكثف كوندنسر، المبخر الافبريتور، الماس ابسوربر، مضخه اللي هي البامب، صمامات اللي هي اكسبانشن فالف او فتحات اوفرسيس، او مبادر حراري هيت اكسشنجر. كل المكونات دي تقريبا موجوده في دايره التبريد بالانضغاط، ما عدا بعض المكونات لا الموجود كان موجود في دايره التبريد بالانضغاط، لا موجود مولد ولا كان موجود ماس ولا كان موجود مضخه. اذا الثلاثه دولت لو شلناهم مين كمان اللي مش موجود في دايره التبريد بقى بالانضغاط؟ الضغط اللي هو كومبريسور الكباس. اذا احنا هنستبدل الضغط بتاعنا بثلاث مكونات، مين هم الثلاث مكونات؟ المولد جنريتور والماس الابسوربر ومضخه السريان اللي هي فلو بامب، تمام؟ اللي هم الثلاث مكونات الموجوده عندنا. في نظام التبريد هنا بالامتصاص انا بستبدل الضغط بتاعي بمكونات، اذا الضغط هو الاساس، الكمبروسر او الضغط او الماتور اللي احنا بنقول عليه في الثلاجات اللي هو بيعتبر هو الجزء الاساسي اللي موجود معايا، فبالتالي الماتور ده هو الجزء اللي بيسحب كهرباء، ولو حصل فيه مشكله غالبا احنا بنقول لو في مثلا مشكله في الماتور ولا في الثلاجه احنا ممكن نغير الثلاجه كلها، لان عمليه صيانتها او تكلفه الماتور هتكون عاليه جدا، كمان تكلفه استهلاك الطاقه الكهربائيه بتاعته بتكون عاليه جدا، لذلك احنا هنستبدل الضغط في دايره التبريد بالامتصاص بثلاث اجزاء، اول حاجه المولد جنريتور، ثاني حاجه الماس اللي هو بسميه ابسوربر، ثالث حاجه مضخه السريان اللي موجوده عندي فلو بامب. طب الثلاث مكونات اللي موجودين عندي دولت هيبقى الدايره بقى بتاعتي بتتكون من ايه؟ نظام ذو، اول حاجه موجود معايا الثلاثه دول، احنا قلنا هشيل الضغط احط مكانهم الثلاثه دولت، تمام؟ المولد، الماس، مضخه السريان. طب نكمل بقيه دايره التبريد بتاعتنا، المفروض في كوندنسر، في مكثف، المفروض في صمام تمدد او اداه تمدد اكسبانشن، تمام؟ المفروض في مبخر، كل ده موجود، وفي دايره التبريد برضه بانضغاط البخار بيكون فيه مبادل حراري، بعض الدورات عندنا بنستخدم فيها مبادلات حراريه في الامتصاص وبعضها ما بيكونش فيها، ولكن غالبا هي محطوط المبادل الحراري كاداه او كوسيله لتحسين اداء الدوره بشكل عام. اذا بالتالي لما جه طلب مني وقال لي اذكر مكونات نظام التبريد بالامتصاص ذو مائعين، هقول نظام التبريد بالامتصاص ذو مائعين بيكون، احط كده في دماغي ان هشيل الضغط بتاعي واحط مكانه ثلاث اجزاء وبقيه الدايره زي ما هي. اذا الضغط احط مكانه المولد جنريتور، ثم بحط مكانه الماس اللي هو بسموه الابسوربر، ثم بحط مكانه مضخه السريان، ادي ثلاث مكونات. علاوه كمان ان بقيه المكونات الموجوده في الدايره الاساسيه واللي فيها المكثف وفيها المبخر وفيها صمام التمدد وفيها الموجود معايا
اللي هو المبادل الحراري. صموات التمدد لو بصينا كنا عرضنا ان قلنا في حاجه اسمها اوفرسيس اوف اللي هي فتحات او بيسموها فتحات خنق. احيانا بتبقى الصمامات في بعض المنظومات الكبيره الضغط ما بيتحملش، يعني الجوان او الرئ اللي موجود معايا في قلب الصمام ما يتحملش قوه الضغط، فاحنا بنعمل خنق في الماسوره او في الممر اللي بيمر فيه المائع ده، بحيث هي بتقوم بدور الصمام، بتقوم بدور الصمام. تمام. طيب احنا اتكلمنا على المكونات دي، تعال ما نبص مع بعض كده على بعض الاجزاء الخاصه بالمكون اللي احنا قلنا عليه. ده مخطط بسيط اهو لدور التبريد اساسيه بتعمل بالامتصاص. احنا قلنا في الجزء الاساسي او الثلاث اجزاء الاساسيين اللي هو المكثف اللي هو موجود معايا اللي فيه شرط سائل، ده على اساس ان انا هتحول هنا مركب التبريد الى سائل، وفي جزء اللي تحته كده المستطيل اللي تحت مكتوب عليه المبخر ان هيحول مائع التبريد الموجود معايا اللي هنا ده الى بخار، وفي ما بينهم الصمام التمدد الموجود معانا يا جماعه، موجود معايا هنا صمام التمدد في هنا، ولكن الناس هنا ما نخلي بالنا ما نكمل هنا، لو شفت كلمه ووتر ما تقولش ده هنا سائل، ده كلمه ساتوريتد ليكور اللي ووتر حاله المائع اللي هيمر، حاله المائع اللي هيمر. اذا بس الجزء ده عباره عن صمام تمدد، الجزء اللي هو عندي الاسمر مدور ده عباره عن ايه؟ صمام تمدد. طيب انا استبدلت الضغط الناحيه الثانيه بايه؟ قلنا هنا الماس الابسوربر، وفوق هنا فوق اللي هو المولد جنريتور، وبينهم المضخه الموجوده معايا، وبرضه بسحب الاثنين اللي ما بين المولد وما بين الماس لان ده منطقه ضغط عالي ودي منطقه ضغط منخفض، بحط ما بينهم ايه؟ صمام تمدد. طيب احنا ايه اللي بيحصل معايا في المنظومه دي؟ احنا مبدئيا كده لما جينا نتكلم على الدوره دي قلنا ان الدوره الاساسيه ديت هي بتستعتمد على استخدام محلول ثنائي. محلول ايه؟ ثنائي. المحلول الثنائي ده لما باجي في المولد بتاع الجنريتور ده لو انا ضفت حراره تمام بيرجع يفصل المادتين الاثنين دول من بعض، جزء بيكمل على المكثف وجزء بيعود مره ثانيه الى الماس. تمام. طب في الماس المفروض ماده بتمتص ماده اخرى، الماده عشان تمتص ماده اخرى لابد من طرد حراره اللي بنسميها كيو اي اللي هي كيو ابزوربر، كميه حراره مطروده عشان يتم عمليه الامتصاص. يعني هنا لما باجي اخلط المادتين الاثنين مع بعض، ماده الصلبه مثلا بتكون شاليه امتصاص بالماده الاخرى، الاثنين يدوبوا في بعض يطلعوا محلول. هنا بيكون هنا بسميه عندنا محلول ضعيف اللي هو سي دبليو، تمام، اللي هي ويك سوليوشن، تمام، محلول ضعيف. بعد كده المضخه بتسحب المحلول بتاعي وتضغطه الى المولد بتاعي، في المولد انا بضيف حراره، الحراره بقى هنا بقى دي النقطه المهمه عندي في الدايره وفي المنظومه كلها. انا لما بضيف حراره في المولد بضيفها ازاي؟ الحراره دي ممكن نضيفها عن طريق سخانات كهربائيه، يبقى انا ما عملتش حاجه، استبدلت الضغط اللي بسحب كهرباء وحطيت مكانه سخانات، ما استفدتش حاجه، ده انا زودت مكونات كمان. طب والحل ايه بقى؟ لا، الحراره اللي هنا بيتم اضافتها المنظومه دي بتكون فعاله لما انا اضيف حراره عن طريق طاقه شمسيه. يعني لما اكون معرض الجزء ده طاقه بيكون عندي طاقه شمسيه انا ما بدفعش فيها فلوس، تمام، انا مجرد بس اللي هي المكونات الاساسيه اللي بتجمع الطاقه، وبعد كده الطاقه نفسها ما بدفعش فيها اي فلوس. شمسيه بتتوفر عشان تضغط. اه طبعا بيبقى في خلايا شمسيه وما بنعتمدش انها طاقه شمسيه مباشره. اوقات بنستخدمها بشكل مباشر، اوقات بنستخدمها بشكل مباشر، يعني بعض المناطق الصحراويه اللي بيكون فيها مناطق عمل ممكن استخدمها بشكل مباشر، ولكن انا بحاول عشان فتره الليل ان انا برضو اخزن ازاي، لابد من وسيله كمان لتخزين الطاقه دي بحيث ان استخدمها فتره الليل او فتره غياب الشمس. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي انا بضيف هنا في الطاقه بتاعتي ان انا ممكن اضيف حراره في قلب المولد، وده الجزء المهم اللي احنا اتكلمنا عليه، ان انا لو ضفت حراره في المولد بتاعي تمام، الحراره دي قلنا ممكن تكون عن طريق طاقه شمسيه. طب بلاش طاقه شمسيه، هنفترض انا ما عنديش وسيله ثانيه، احنا عندنا كتير من المصانع بتطلع غازات عادم. طب يا ترى العادم ده، ما هو العادم ده حاجه من الاثنين، يا اما انا هطرده في الجو فهيعمل لي عمليه تلوث بيئي، تمام، يا اما انا احاول اعمل له اعاده تدوير واستخدام وانا استفاد بيه. غالبا العادم بيبقى طالع من المصانع باي كان نوع المصانع، كتير جدا يا جماعه العادم ده غالبا بيكون ساخن، حالته غازيه، فالغاز اللي بيبقى كان طالع عندك اكيد 100% نتيجه تبخر عمليه حاجه او نتيجه عمليه احتراق او نتائج مختلفه، فبالتالي بيبقى طالع حراره ساخنه. فبالتالي انا ممكن هنا اضخ هنا العادم اللي طالع ده في قلب انابيب او في قلب مواسير، ممكن تعمل لي عمليه تسخين واضافه الحراره في المولد بتاعي، وبالتالي انا هنا ضربت عصفورين بحجر، ان انا استفدت مغلقه واستفدت بكل المخرجات بتاعتي، استفدت بيها، وفي نفس الوقت ما اطلقتش العادم في الجو، ما اطلقش عادم جو يلوث البيئه. فبالتالي انا النهارده استفدت هنا من الحراره الموجوده في العادم ده، فبستخدم كتير جدا من الدول الاوروبيه عامله انظمه تدفئه في قلب المنازل، وخاصه احنا عارفين الدول الاوروبيه اغلب العام بيكون عنده شتاء، فبالتالي بيبقى محتاج عمليه تدفئه كعمليه اساسيه في انظمه التكييف، فبيكون ممرر انابيب في قلب الحوائط وفي قلب الجدران، الانابيب دي بيكون ممرر فيها غازات عادم جايه من مصانع، بتعمل عمليه تدفئه للحوائط والجدران والمكان نفسه، تمام؟ طيب
بس طبعا كل الانظمه دي بتكون مؤمنه بشكل غير عادي أكيد. بانظمه تحكم غير عاديه، بحيث ان انا امن كل المنظومه وامن البيئه وامن المنظومه اللي موجوده معايا. استاذنا الكريم الاستاذ طه السيد خيرلا، المعلم الخبير في مجال تبريد وتكييف الهواء، الحقيقه عرض ممتع جدا وشيق لموضوع التبريد والتبريد العميق ونظم الامتصاص. الحقيقه معلومات كلها قيمه، وهل كلها نظريه أم بيتاح لطلابنا وطالباتنا فرصة مشاهدة هذه الأمور عمليا؟ لا، هو بالفعل فعلا زي ما حضرتك اتكلمتي ان احنا عندنا بعض التطبيقات مطبقة في مصر، وكتير من التطبيقات موجودة عندنا، بعض أنظمة التبريد بالامتصاص والأنظمة أخرى موجودة عندنا هنا في القرية الذكية، موجود في بعض الأنظمة محطات بتعمل بالامتصاص هنا، أنظمة تبريد مختلفة في بعض المناطق الصناعية، في حتى تطبيقات بسيطة، بعض ثلاجات الميني بار الصغيرة، بس غالبا بتكون غالبا يعني جايبينها من الخارج، ما بتمش تصنيعها في مصر. إيه، إلى حد ما بيكون التكلفة المبدئية بتاعت التصنيع نفسه عالية شوية في بعض الأنظمة، لكن أنا تكاليف استهلاك الطاقة فيما بعد بتكون أقل، يعني على مدار الوقت على مدار الزمن أنا بكون المنظومة اللي كنت بدفعها مثلا في الكهرباء في سنة واحدة أنا وفرته بعد كده في مثلا في خلال سنوات كتير جدا، ممكن في تمن أو تمن القطعة نفسها وفرت لي في كام سنة موجودة في استهلاك الكهرباء الموافقة. إحنا بنعمل زيارات عندنا لبعض طلبة التعليم الفني في بعض الشركات وبعض المؤسسات، يعني ما بيكون عندي مثلا منظومة معينة خلاص، احنا بنشوف عندنا، احنا عندنا حصر طبعا ببعض المناطق الصناعيه والانظمه دي شغاله فين في بعض المناطق الصناعيه، بنتعاون مع بعض احيانا المركز القومي للبحوث الصناعيه موجود هنا تمام، فبالتالي المركز هنا بيدعمنا يقول لنا ممكن يكون الحاجات دي موجوده في اي حته في مصر، بحيث ان هو بيكون جهه رقابيه مهمه جدا على بعض انظمه التبريد المختلفه وكتير من الصناعات المختلفه تمام، بيوجهنا يقول لنا ان الموجوده مثلا المنظومه دي موجوده في الحته الفلانيه، قد يكون بنعمل بجوابات رسميه من وزاره التربيه والتعليم موجهه لبعض الاماكن ديت، حتى لو احنا الحاجات دي مش موجوده في المدارس، فلازم احنا نستغل كل المؤسسات، خصوصا ان احنا بنتكلم عن الصف الخامس يعني اخر مراحل الدراسه في التعليم الفني كمان متقدم، يعني انا المفروض ان عندي هنا دي درجه مش درجه فني عادي، درجه فني اول متقدم، الفني ده الاول ده المفروض ان له مهارات معينه بيأديها في بعض الاماكن، يعني انا بتكلم ان هو راجل بيكون مساعد مهندس من الدرجه الاولى لو حتى اكتفى بالتعليم الفني، ويكون فرصته اعلى كتير جدا ان شاء الله بعمل الدراسه العليا بعد كده، بحيث ان الفني ده الموجود معايا هنا بيبقى الشغل بتاعه حتى في دراسته في كليه الهندسه او في دراسات مثلا كليات اللي بعد كده بيكون اسهل بكتير تمام، لان بيكون فعلا واخد قاعده كبيره جدا من المواد العلميه والتطبيقيه المتاحه عندنا. احنا اتفقنا على نقطه ان احنا لازم يكون موجود معايا، ان ادور دايما على البدايه، مش كل المدارس هيكون متوفر فيها كل المعدات ولا كل الاجهزه، ولكن موجوده في قلب ورشه خارجيه في مركز صيانه، موجود في مكان مثلا في مصنع خارجي، في كتير جدا من المجتمع المدني بيكون متعاون موجود مع عندنا، في بعض المؤسسات الصناعيه الكبرى بنتعاون فعلا، لما بنروح الناس ما بتتاخرش بتقول ما فيش مشكله هاتوا الطلبه بتوعكم، بنعمل زيارات بحيث بنشوف على الطبيعه، بنستخدم بعض الوسائل التعليميه اللي احنا بنحور حتى لو ما قدرناش بنصور بعض الاماكن الحاجات ديت وبنعرضها للطلبه عندنا في الفصول او في الاماكن المختلفة عندنا، كان ورش ولا كانت مثلا موجودة عايا في أماكن مهارية بالطلب بيمارس المهارة دي فيها تمام. هنكمل كده مع بعض بعض المكونات الموجوده عندي للمنظومه بتاعتي ديت، احنا قلنا هنا على الشاشه هنا انا هستبدل الضاغط بتاعي بثلاث اجزاء موجودين معايا، هو المولد والمص والمضخ تمام، دولت الثلاث مكونات اللي عندي. لو لاحظتوا حاجه ان انا الجزء الفوقاني انا معمول باللون الاحمر هنا، بس اللون الاحمر بيعبر على ان الجزء الفوقاني اللي هو المولد والمكثف الاثنين دول بيعملوا عند منطقه ضغط عالي هاي بريشر. طب المنطقه اللي هي موجوده عندي سواء كان المقص ولا المبخر احنا عاملينه باللون الازرق كان بيعبر بس معايا ان هنا المنطقه دي منطقه ضغط منخفض. اذا انا ممكن هنا بتكلم هنا وانا بشرح الدايره بتاعتي بقول هنا ان الدايره دي بتعمل ما بين ضغطين، ضغط عالي اللي هو ضغط المكثف واللي بيكون بيتساوى مع ضغط مين؟ ضغط المولد تمام، وضغط منخفض اللي هو ضغط المبخر واللي بيكون هنا بيتساوى مع ضغط المقص. ليه بدات بالمكثف والمبخر؟ لان دي العناصر الاساسيه في الدوره بتاعتي، انما انا هنا استعنت شلت الضغط وحطيت بينهم مكونات اساسيه، فدايما هنا الضغط العالي يبقى ضغط المكثف والضغط المنخفض ضغط المبخر بتاعي. يبقى اول جزئيه لما اجي اتكلم هنا اتكلم ان انا بستخدم معايا محلول متجانس من مادتين، محلول المتجانس مادتين بيتم فصل المحلول خلاص في صوره غازيه في المولد عن طريق اضافه حراره واللي بيكمل في دوره التبريد، انما بعد الدايره بتعمل ما بين ضغطين، ضغط عالي اللي هو ضغط المكثف واللي بتساوى مع ضغط المولد، وضغط منخفض اللي هو ضغط المبخر واللي بيتساوى مع ضغط مين؟ ضغط المقص. هنا بقى لما اجي يقول لي اشرح الدوره نفسها، انا ببدا دايما بدايه الدوره من بدايه الصرايعين، انا لو بدات هنا بالمقص، المقص المفروض فيه ماده المصه والماده المنتصه او مايع التبريد، بيحدث عمليه مزج ما بين المادتين بيكون حاجه اسمها سوليشن محلول.
المضخه هنا وظيفتها ايه؟ ان بتسحب وتضغط وتطرد، هنا هتضغط وتسحب وتضغط وتطرد ليكويد سائل، تمام؟ فبالتالي المضخه دي هتقوم بسحب هنا المحلول في صوره سائله ورفع ضغطه الى الضغط العالي اللي هو مين؟ المولد. في المولد قلنا بنضيف حراره، الحراره دي باي وسيله خارجيه زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا بنستخدم يا اما طاقه شمسيه او غازات عادم، او في اضيق الظروف ان ممكن نستخدم بعض السخانات الكهربيه، ودي في المنطقه في الوقت اللي انا ممكن بنزمولنا مع بعضه ان في الفتره اللي بنكون الشمس غايبه فيها، تمام؟ طيب، لان غالبا الطاقه الشمسيه احنا ما بنستخدمهاش كلها بشكل مباشر، انا ببقى احيانا مستخدمها عشان اوفر جزء من الطاقه، تمام؟ طيب، النقطه اللي بعد كده هنا ماع التبريد لما بضيف حراره بيرجع يفصل مائع التبريد اللي موجود معاه. طب الدوره دي غالبا احنا كنا بنشتغل بنقول لو انا قلت بروميد الليثيوم والميه، الميه هي اللي هتكمل كمائع تبريد، عشان كده لو مريت بصيت حضرتك هنا بيطلع في صوره بخار جاف مشبع، حكيت ساتوريتد فيبر اللي هو ووتر فيبر، تمام؟ بخار ماء مشبع. البخار طبعا بيخش في المكثف في صوره بخاريه، المكثف في اي وسيله خارجيه بيتم تبريده، تمام؟ بس تبريد مبدئي، يعني ممكن يكون مكثف ببرده عن طريق تيارات هواء خارجيه، شويه ميه معديين جنب مثلا مصدر مائي، جنب مثلا بحيره ولا ترعه بسيطه ولا الكلام ده، بسحب الميه من خلالها تخش البرد المكثف وتخرج. اللي هنا مع التبريد اللي موجود الداخلي بقى بيتحول لايه؟ بيتحول لسائل. بيخرج السائل، احنا قلنا لفوق منطقه ضغط عالي واللي تحت منطقه ضغط منخفض، مين اللي هيخفض من الضغط العالي المنخفض؟ صمام التمدد الموجود معانا هنا ده. يبقى هيخفض ضغط مائع موجود معايا، مائع التبريد اللي هو ريفريجنت، من الضغط العالي وضغط المكثف الى الضغط المبخر. في المبخر بقى ده الاساس الموجود معايا، انا عامل المنظومه دي كلها عشان المبخر، اللي هو زي مثلا ما بضرب في مثال بسيط كده في الثلاجه المنزليه عندي اللي هو الفريزر بتاعي. هو انا هدفي الاساسي ان انا ابرد منتج معين، ابرد منتج ايه معين. اذا الوسيله المطلوب تبريدها او المطلوب خفض درجه حرارتها بيحدث تبادل حراري ما بينها وما بين مائع التبريد اللي جوه المبخر. يعني باخد الحراره من الوسيله من الحاجه اللي انا عايز ابردها، ان كان مثلا عندي عصاير، ان كان هواء، ان كان اي منظومه ببردها، باخد الحراره منها والمائع هنا ايه؟ بيطلع في صوره بخار، يطلع في صوره بخار. طيب البخار ده بيرجع تاني المقص، بس بيرجع لوحده ولا كمان الماده اللي انا فصلتها في المولد بتعود مره اخرى للمقص، بتكون هي كمان عندها القدره في امتصاص بخار مائع التبريد العائد من المبخر وبترجع تاني المضخه. بس احنا هنا عمليه الامتصاص هنا بتتم بينتج عنها حراره، يعني عشان اقول الماده دي هتمتص الماده دي بكفاءه عاليه جدا لابد ان عمليه تحصل طرد حراره. لذلك المنظومه دي انا لما باجي اشتغل عليها بيكون في عندي وسيله تبرد كل من المقص وتبرد كل من المكثف بتاعنا، يبقى انا بيتم هنا تبريد الاثنين، ولكن هنا عمليه التبريد اللي بيتم في المقص بتكون اقل من التبريد اللي بيتم في المكثف. فانا لو استخدمت وسيله خارجيه تخش الاول تبرد ايه المقص وبعد كده تطلع تبرد المكثف، وعمليه تبريد المقص عشان تحصل عمليه الامتصاص بشكل جيد، تمام؟ لان انا كل هنا لو انا ما بردتش كويس عمليه امتصاص مش هتكون جيده، تمام؟ وانا يهمني طبعا ان قلنا الماده دي او المنظومه دي بتعتمد ان مواد تمتص مواد اخرى عند تبريدها، ثم بيتم فصلها مره اخرى عند ايه؟ عند اعاده تسخينها. دي كانت اول منظومه موجوده معايا او المكونات العامه. تعال نشوف الشرح اللي احنا طبقناه على الرسمه بتاعتنا دي كده ولو بصينا مع بعض. قلنا الدوره الاساسيه لنظام التبريد بالامتصاص، قلنا اول فقره هنا بتستخدم الدوره محلول متجانس مكون من كام ماده؟ قلنا على الاقل ايه؟ مادتين. بيتم فصل احدى المادتين من المحلول في الصوره البخاريه، قلت زي ما قلت هنا بسخن في المولد، تمام؟ واللي هتكمل في دوره التبريد واللي بتعمل كمائع تبريد، دي اول جزئيه. يبقى بتكلم ان عندي محلول متجانس مكون من مادتين، المادتين دول برجع افصل المادتين دول من بعض في صوره بخاريه اللي بيكمل معايا مائع التبريد اللي هيكمل في المكثف والمبخر. طيب في الدايره دي مش انا قلت هستبدل الضغط بثلاث مكونات؟ ايوه. يبقى هنا في الدوره دي بيتم ابدال الضغط الميكانيكي لدوره التبريد من ضغط البخار بثلاث وحدات، هي المولد الحراري جنريتور، ووعاء الماس الابسوربر او بيسموه وعاء الماس، تمام؟ والمضخه الميكانيكيه اللي هي البامب بتاعتي. طيب ايه كمان؟ في الدوره دي قلنا انها بتعمل ما بين ضغطين مختلفين، الضغط العالي اللي هو ضغط المكثف واللي بيتساوي مع ضغط المولد، ومنطقه الضغط المنخفض اللي هو ضغط المبخر واللي بيتساوي مع ضغط وعاء مين؟ وعاء الماس. طب نبدا بقى كاني بشرح الدوره بتاعتي، بشرح دوره المضخه بتعمل على ايه؟ على رفع المحلول من الضغط المنخفض الى الضغط العالي، تمام؟ يعني بتسحبه من الماس بتاعي بيروح على مين؟ على المولد. طب بعد كده في المولد بيحصل ايه؟ بسخن المحلول في المولد الحراري، فيبدا هنا البخار مائع التبريد ينفصل ويكمل معايا في دايره التبريد، تمام؟ طب بعد كده لما بينفصل بيروح على مين؟ على المكثف. في المكثف بيحصل له ايه؟ يتكاثف مائع التبريد في المكثف، ثم بينخفض ضغطه عن طريق تمريره في صمام التمدد الى المبخر. طب المبخر
لما بيروح هنا مع التبريد الموجود معايا في المبخر بيعمل ايه؟ انا طبعا بحصل على حمل التبريد، يعني الوسيله اللي عايز ابردها بيتم تبريدها في المبخر، ونتيجه ده بيتم نتيجه ايه؟ تبخير مائع التبريد عند ضغط مين؟ منخفض. تبخير مائع التبريد بتاعي عند ضغط منخفض. طيب في الدوره الاساسيه ايه اللي بيحصل معايا؟ الوعاء الماص، بروح بعد كده وعاء الماص، الماص ده بيعمل ايه؟ بياخد هنا المحلول اللي راجع من المولد، طبعا بعد ما بخفض ضغطه في صمام التمدد، تمام؟ عشان يمتص هنا بخار مائع التبريد اللي جاي منين؟ من المبخر. طب عمليه الامتصاص دي لابد ان هي بينتج عنها حراره، فعشان الحراره دي اطردها بشكل كويس لابد من التبريد، فبالتالي هنا بينتج عن عمليه امتصاص ايه؟ حراره. الامر اللي بيتم عندي اللي هو تبريد وعاء الماص، تبريد وعاء مين؟ تبريد وعاء الماص. طيب احنا لو جينا برضو بصينا مع بعض على بعض الاجزاء اللي موجوده معايا هنا، ازاي انا هنا احسب معامل اداء دوره التبريد بالامتصاص، خلاص، واقصى هنا معامل اداء. انت النهارده مقصود عن دايما هنا اقصى معامل اداء، انت بتتكلم على اساس ايه؟ بتكلم ان النهارده دورات التبريد احنا بنقيس بحاجه اسمها كوفيشنت اوف بيرفورمانس او سي او بي او معامل الاداء بتاعي. طب معامل اداء في انظمه التبريد بالامتصاص هل بيختلف على معامل اداء في انظمه التبريد بانضغاط البخار؟ لا، هو الفكره كلها واحده، الفكره دايما معامل اداء انا استفدت ايه على اللي دفعته ايه؟ وات يو جين على وات يو باي. انا استفدت هنا بالنسبه لي اللي انا هنا حمل التبريد اللي هو في المبخر اللي بردت حاجه معينه، دفعت بقى قصاده ايه؟ بالنسبه لدوره التبريد بالانضغاط انا كنت بدفع قدره في القباس او قدره ضغط او الكهرباء اللي موجوده معايا. طب هنا هدفع ايه؟ هدفع الحراره اللي ضفتها في المولد. الحراره اللي ضفتها في مين؟ في المولد بتاعي، لان انا ما دفعتش حاجه، يعني هنا كل المكونات هي هي، كل الحاجه الطاقه اللي تم اضافتها للمنظومه كميه الحراره اللي كانت متم اضافتها فين؟ في المولد بتاعي. فبالتالي معامل الاداء بتاعنا الخاص هنا هيبقى عباره عن كميه الحراره الممتصه في المبخر اللي هي كيو اي على كميه الحراره المضافه في المولد اللي هي كيو جي. بندي هنا كيو اي اللي هي اختصار كلمه افبريتور، والجي اللي هي اختصار كلمه جنريتور. طيب معامل اداء في دوره التبريد احنا هنا محتاجينها في الخطوه اللي هنبدا فيها، يعني هنحسب اقصى معامل اداء. اقصى معامل مين؟ اداء. فبالتالي انا استطيع ان انا اقسم الدوره دي دورتين اتنين، هعملها دوره تبريد دوره عاديه ودوره توليد طاقه، تمام؟ تعالوا نبص كده مع بعض على المكونات بتاعتي وازاي ممكن احسب معايا معامل الاداء المنظومه اللي عندي. قلنا هنا منظومه هنا التبريد بالامتصاص بتساوي السي او بي اللي هو بتاع الابزوربيشن ريفريجريشن بيساوي ايه؟ بيساوي كيو اي على كيو جي. ده كيو اي كميه الحراره الممتصه في المبخر او المسحوبه في المبخر، وكيو جي كميه الحراره المضافه عندي في المولد بتاعي. طيب انا النهارده لو جينا بصينا انا ممكن هنا افسر العلاقه اللي فاتت دي يا جماعه بجزئين اتنين. ممكن احول الدوره اللي هي دوره التبريد بالامتصاص الى دورتين، الدوره الاولانيه دوره توليد الطاقه والدوره الثانيه للتبريد. كلمه توليد طاقه، انا لو عندي سياره مثلا المفروض السياره بديها حراره اللي هي عمليه الاحتراق اللي بتتم في الانجن في المحرك بتاعي، بتحول هنا الحراره لايه؟ لشغل بيحرك السياره، دي بنسميها دورات توليد طاقه. دورات توليد مين؟ الطاقه. انما دورات التبريد، دورات التبريد اللي ما استفاد منه تبريد لكن اللي بدفعه او بضيفه شغل، اللي بضيفه ايه؟ شغل. فبالتالي لو احنا جينا بصينا انا كل اللي هعمله في المعادله السابقه ايه؟ هضرب فوق وتحت في الشغل دبليو. يعني لو بصيت حضرتك هنا للمعادله اللي موجوده قدامي ديت، انا ضربت هنا في البسط في دبليو وفي المقام في دبليو، دبليو هنا اللي هو الورك الشغل اللي موجود معايا، تمام؟ وقمت خليت هنا الورك هنا تحت كيو اي وخليت الدبليو تحت كيو جي. لو خدنا كيو اي على دبليو لوحدها ده المستفاد كيو اي والمدفوع شغل، يبقى دي دوره تبريد، يبقى ده معامل اداء خاص بدوره التبريد، معامل اداء خاص بدوره ايه؟ تبريد. طب الناحيه الثانيه ده المستفاد شغل والمدفوع حراره، يبقى ده معامل اداء او دوره خاصه. مش هتكلم بقى على معامل اداء لدورات الطاقه، ما بيكون بنقيس معامل اداء انما بيقيس بالافشنس اللي هي الكفاءه الموجود معايا. اذا الدبليو على كيو جي دي هتمثل معايا اللي هو توليد، دوره توليد الطاقه، دوره توليد مين؟ الطاقه. اذا انا لو ضربت فوق في دبليو وقسمت تحت على دبليو حصلت على دورتين اتنين، الدوره الاولانيه دي دوره تبريد اللي انا استفدت كيو اي على الورك، والدوره الثانيه انا استفدت هنا ورك ودفعت مين؟ كيو جي. طيب الجزئيه الثانيه بعد ما انت استفدت هنا، اذا انا لو شلت الاولانيه هتحط مكانها مين؟ دوره التبريد او معامل اداء بتاع دوره التبريد بانضغاط البخار اللي هو السي او بي اللي هو فيبر كومبريشن، تمام؟ طيب انا قلت لو شلت ان هي دبليو على كيو جي اللي هي دوره الطاقه، وقلنا ان دورات الطاقه ما بنقيسهاش بمعامل اداء انما بنقيسها بكفاءه اللي هي ايتا ثيرمال، ايتا ثيرمال اللي هي الكفاءه الحراريه، الكفاءه الايه؟ الحراريه. اذا لو جينا نبص هنا معامل اداء بتاع منظومه التبريد بالامتصاص الموجود معايا بيساوي معامل اداء دوره التبريد بالانضغاط مضروب في الكفاءه الحراريه للموجود للاله او لدوره توليد الطاقه اللي موجوده معانا.
تمام. طب عملنا ايه تاني لو جينا بصينا ليه الدوره الموجوده عندي هنا ده؟ المفترض دي آلة التبريد اللي موجودة في الجهة اليسرى قدامنا دي، والآلة الحرارية أو آلة توليد الطاقة اللي موجود في الجهة اليمنى. طب إيه اللي بيحصل في دايرة التبريد؟ إن في حرارة بتمتص مثلا في المبخر، يبقى الحرارة اللي بيتم امتصاصها من الحمل، ودي داخلة للآلة. يعني أنا عندي الفريزر بيمتص حرارة من المأكولات، تمام. إذا دي حرارة داخلة اللي هي كيو إي، واللي بنسميها حرارة الحمل الموجود معايا، تمام. طيب بضيف لها شغل اللي جاي من الجنب اللي شايفين شايفينه في الجنب ده، اللي هو الورك، اللي هو مكان موتور الضغط او مكان المنظومه اللي بتتم عمليه الانضغاط. لما بضيف هنا حراره لما في آلة التبريد، ايه اللي بيحصل؟ محصله الاثنين دولت اللي هو الشغل مع كميه الحراره الممتصه من الحمل بيتم طردها في المكثف اللي هو كيو سي، اللي هو الطرد الحراري. اذا انا كيو اي زائد الورك المفروض بيساوي كيو سي. طب يا ترى كيو اي عمليه سحب الحراره اللي بتتم في المبخر او في الفريزر بتبقى عن درجه حراره ايه؟ منخفضه، اللي هي تي اي، تي فيبريتور. طب عمليه طرد الحراره دي مش انا بطرد الهواء الخارجي او الوسط المحيط، فدرجه الحراره تبقى عند درجه حراره الوسط المحيط، خلاص يا جماعه، اللي هي تي او، تي اوتسايد اير، تمام. اذا هنا انا بعمل عمليه هنا طرد الحراره عند تي او، وعمليه سحب الحراره عند تي اي. ده بالنسبه لاله التبريد. انما بالنسبه لاله الطاقه او اله توليد الطاقه او الاله الحراريه الموجوده معايا، اللي بيحصل ايه؟ ان هنا بيتم اضافه حراره. انا بقولنا زي ما ضربنا مثال، زي ما قلت لكم محرك العربيه بنضيف حراره في قلب المحرك. الحراره اللي بيتم اضافتها في محرك السياره بيتم اضافتها ازاي؟ ان عمليه الاشتعال اللي بتتم لعمليه البنزين، فبالتالي بيحدث اشتعال داخل المحرك بيحول الطاقه الحراريه دي الى طاقه حركيه. طب اذا اللي داخل عند المنظومه كيو جي كميه حراره داخله، تمام، زي اللي بضيفها في المولد الحراري بتاع منظومه التبريد بالامتصاص. طب ايه اللي بيحصل؟ طبعا انت بتضيفها عند درجه حراره المولد اللي هو تي جنريتور، تمام. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بينتج عنها شغل. بينتج عنها ايه؟ شغل. مش انا حاولت احول الطاقه الحراريه لشغل؟ الشغل اللي بيطلع من الاله دي هو اللي بيشغل اله التبريد، هو اللي بيشغل اله مين؟ اله التبريد معايا. طيب يا ترى الموجود معايا بقى الحراره اللي هيتم طردها، يعني معنى كده كل كميه الحراره اللي انا ضفتها للاله الحراريه هتطلع في صوره شغل؟ اكيد لا، مش كلها. فدايما يا جماعه اللي خارج بيكون اقل من اللي داخل. طب والباقي راح فين؟ اكزوست ده موجود معايا مفاقيد لصص. فاللصص اللي موجود معايا هنا ده عباره عن مين بقى؟ عباره عن اللي داخل ناقص اللي خارج. دايما اللي خارج اقل من اللي داخل، دايما اللي خارج اقل مين من اللي داخل. فبالتالي لما اقول اللي هو الجزء المفقود هيبقى اللي داخل اللي هو كيو جي ناقص اللي خارج اللي هو مين؟ اللي هو دبليو. طيب انا بقى لو حبيت احول الدورتين اللي احنا مسيناهم لكم في صوره دورتين اهمت عندي، عايز احولها اجيب بمعلوميه درجات الحراره. لو نفتكر في الدوره الاولانيه احنا كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا البسط اللي هو كان كيو اي على المقام اللي هو كان دبليو، صح؟ ناخد الدوره الشمال كيو اي، انت بتعمل عن درجات حراره منخفضه اللي هو تي اي، فهستبدل كيو واحط مكانها تي اي. طيب الشغل اللي هو عندك، الشغل ده كان عباره عن الفرق ما بين التي اي والتي او، طبعا التي او اكبر من التي اي، فقلنا تي او ناقص مين؟ تي. دي اول جزئيه. طب الجزئيه الثانيه لو نفتكر كده في المعادله اللي كان سابقه، كان البسط كان هو دبليو والمقام كان ايه؟ كان كيو جي. طب البسط اللي هو عندي هنا دبليو ده عباره عن ايه؟ الشغل. الشغل الفرق ما بين التي جي وما بين التي او. طب الاعلى هو التي جي، فهنا التي جي ناقص مين؟ التي او. طيب الكيو جي اللي موجوده معايا كنا بضيف عند درجه حراره المولد على تي اي على تي جي. اذا انا النهارده لو انا عندي معلوم درجه حراره المبخر بتاعتي، ومعلوم درجه حراره الوسط الخارجي اللي هي تي او، تمام، ومعلوم درجه حراره المولد، استطيع ان انا اجيب اقصى معامل اداء للدوره بتاعتي. يبقى انا بمعلوميه درجات الحراره الموجوده عندنا هنا استطيع ان انا ممكن احصل على معامل الاداء الموجود معايا. بنجيب ازاي الكلام؟ زي ما قلنا مع بعض، لو قسنا درجه حراره الوسط الخارجي واكيد كميه الحراره اللي بيتم اضافتها المولد معلوم درجه حرارتها باي وسيله اخرى بيتم قياسها، تمام، وكمان عندي درجه حراره اللي هو موجوده معايا الوسط الخارجي ودرجه حراره المبخر اللي هو وسيله التبريد اللي عندي بتكون معلومه، فبالتالي انا بكون عارف انا هحصل دوره التبريد بتاعتي على ايه. اذا قدامنا القانون اللي انتم شايفينه ده هيكون هو قانون نهائي، واللي هستخدمه في بعض تطبيقات المسائل ان شاء الله في الحلقه السابقه التاليه بامر الله، ان انا هستخدم معايا المنظومه الموجوده معايا. طيب يا ترى انا عندي هنا القانون اللي احنا اتكلمنا فيه ده ممكن يكتب بصوره ثانيه؟ ممكن. يعني انا لو جبت هنا التي جي تحت التي اي الموجوده معايا اصبحت التي اي على التي جي، وموجود على الفرق اللي موجود في الباص الموجود الناحيه الثانيه موجود معايا اللي هو التي جي ناقص تي او على تي او ناقص التي اي، تتحط بشكل كده. او لو بصينا للمعادله الاولانيه اللي هي فوق دي، هناخد الفقرة الأولية زي ما هي بحالها بكده اللي هو التي اي على التي او ناقص التي اي، تمام؟ دي الفقرة الأولانية. الفقرة الثانية موجود معايا، أنا هقسم البسط اللي هو تي جي على التي جي هتديني واحد. طب التي او على التي جي؟ لا، هتحط زي ما هي، لأن القيم مش متساوية. فأصبح المعادلة إن هي سي او بي اللي هو
بتاعت خاصة دورة كارنوت ابسوربيشن ريفريجريشن، بتساوي عبارة عن تي على التي او نار موجودة في قوس، بضرب في قوس تاني واحد ناقص التي او على التي جي. وموجود معانا كده الأنظمة المختلفة، لو احنا كده سريعا من خلال بعض الأنظمة المختلفة في خلال منظومة التبريد بالامتصاص، تعرضنا وعرفنا النهاردة ايه هي تعريف منظومة التبريد بالامتصاص، وكمان اتعرفنا بعد كده ايه هي المواقع التبريد المستخدمة او المواد المصل المستخدمة في أنظمة التبريد بالامتصاص الموجودة معايا، ثم بعد كده تطرقنا على التوليفات المختلفة والمستخدمة في التطبيقات المختلفة، وعرفنا استخدامات نظم التبريد بالامتصاص بتاعتي ايه، وكلمنا على انواع نظام التبريد بالامتصاص. كنا اتكلمنا النهاردة على اول نوع وهو نظام التبريد بالامتصاص ذو مائعين، وتعرفنا على المكونات بتخاصة بيه وكل المكونات الموجودة معايا، وعرفنا كمان طريقة عمل او الفكرة الاساسية لنظام التبريد بالامتصاص ومكوناتها، ثم ختمنا بازاي نحسب اقصى معامل اداء ممكن لدورات التبريد بالامتصاص من خلال المعادلات وبمعلومية احيانا كميات الحرارة او بمعلومية درجات الحرارة الموجودة معنا. عرض قيم وشيق واداء ممتاز في عرض نظم التبريد بالامتصاص في مادة نظم ومعدات التبريد. بشكر حضرتك أستاذنا الفاضل الأستاذ طه السيد خيرالة الخبير المعلم الخبير في تبريد وتكييف الهواء على هذه الحلقة القيمة. شكرا فندم، شكرا لحضرتك. بنتمنى لكل طلابنا وطلبتنا التوفيق والنجاح ومتابعة دروسنا على قناة مصر للتعليم الفني للاستفادة القصوى بمشيئة الله. على وعد بلقاءات قادمة، شكرا لكم وإلى اللقاء.